متى سنشهد خطابا للخرطوم بنفس هذا الخطاب التفاؤلي؟ للأسف هذا الرجل بخلفيته الغير داخلة في صلب العمليات التعليمية والثقافية جاء يعني دائما تصريحاته متضاربة، يصرح اليوم تصريحا وغدا تصريحا آخر متضارب في نفس الفكرة في نفس القضية، لذلك تجده دائما يقع في فخط هذه التصريحات مما يجعله هو يتحدث الآن عن جوبا، عن جوبا بعد، نعم بعد، نعم اتفاق، نعم نعم هو الآن يتكلم يعني عن أن جوبا تتمتع بالسلام، خطاب للسلام والاستقرار يشمل أيضا الخرطوم، يكون بهذا الخطاب التفاؤلي للمدنيين للعسكريين، ما هو نفسه هذا تعيش الخرطوم مرحلة من الاستقرار والوئام كما نعم تعيش على الأقل جوبا. من تسبب في 25 أكتوبر التي أوقفت غطار العملية السياسية في السودان؟ هو نفسه يتحمل 50%، إذا كان هو والبرهان هو يتحمل 50% والبرهان يتحمل 50% باعتبار تبرأ إذن المكون المدني تماما؟ نعم، لأنه هم من يمتلكون القوة، المدنيين كل شيء كان يمكن أن يحل بالحوار، المدنيين لم يرفعوا بندقية وقالوا أنهم قد أوقفوا الحكومة وقد أوقفوا العمل بالوثيقة الدستورية، هم موجودون في الوزارات يمارسون حياتهم الطبيعية، يحاولون أن يحلوا القضايا اليومية للشعب السوداني، حتى إذا فشلوا هذا لا يعني أن يزجوا بالسجون وأن توقف أن يوقف قطار العملية السياسية في السودان. يعني هو يتكلم الآن عن استقرار جوبا وأن جوبا أصبحت تنعم بالإعمار وأصبحت وأصبحت وأصبحت، والآن هو يتوسط في جوبا لحل الإشكال القضية، إشكال حل القضية في دولة جنوب السودان. فلماذا لا يختصر كل هذه الجهود؟ فأولى به يعني يقول عندنا مثل بيقول الزاد إذا ما كفى ناس البيت حرام على الجيران. يا أخي أنت كنت عندك قدرة على حل المشاكل، حل المشكلة التي في يعني في أقل من كيلومتر واحد ما بين القصر الجمهوري ومغرات الأحزاب السياسية في السودان والشارع السوداني، حل المشكلة دي إذا كان عندك قدرة على الحل أو عندك قدرة على اقتراح المبادرات أو